يس، أني كلش فرحان، وأخيرا خليت هذا الببغاء يتعلم. أني صار لي قد من مشتري هذا الببغاء، حتى الببغاء مالتي أسطوري. هي اسمعني يا ببغاء، أنا أريدك دائما تبقى يمي مو تهرب وتطير بعيد، لأن أنا بس أنا عندي هذا الببغاء هنا بالقرية، حتى كأغنياء مشترين تنين، بس أنا ما عندي أشتري تنين، أنا كلش فقير، وقدرت أجمع دايموند واحد واشتريت هذا الببغاء. هي اسمعني يا ببغاء، يلا تعال تعال، والله انت الوانه كلش حلوه واسطوريه، يلا تعال خلينا نشوف راح يجي وراي او لا، يلا ببغاء وينك، يلا تعال. يبا قاعد يصعد. يلا تعال شوف هسه راح اخذك المكان كلش حلو واكيد راح يعجبك، يلا تعال ابقى هنا تشوف يا ببغاء، هي المدينه مالتي، انا وياك راح نتونس وراح نروح اماكن كلش بعيده. يلا هيا ببغاء انت وين رحت؟ لا 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 مستحيل، هي تعال ارجع تعال ارجع يا ببغاء تعال. مستحيل والله راح بمكان كلش بعيد، بس انا شو اسوي؟ هذا بيت جارتي هالغنية المزعجة رانية، واذا رحت قلت له اكيد راح اسوي مشكلة، بس انا شو اسوي؟ لازم اروح اجيب الببغاء مالتي، لازم استعجل وانزل على السريع، ولازم اخبرها انه تجيب لي الببغاء مالتي. يلا خلو اركض، افتحوا الباب افتحوا الباب. اوه هاي منو قاعد تدق الباب من الصبح؟ وهذا اي مزعج، يلا روح ابتعد يلا روح. عم تكتب هذول الفقراء يجون يطلبون مني دايموند، بس انا مستحيل راح افتح من الباب، احسن شي انك من نومتي، يلا خلينا نام. افتحوا الباب افتحوا الباب. اوه ايش قد مزعجه هاي، حتى ما تقبل تقعد من النوم، بس انا لازم اخذ الببغاء مالتي. يلا خلينا ادق الجرس، متاكد راح تطلع، يلا افتحوا الباب افتحوا الباب. اوه شو الازعاج، ايش قاعد تسوي انت؟ شفتني انه ما قاعد افتح لك الباب، انت ايش تدق مره ثانيه؟ اي اسمعيني انت رانيه، انا الببغاء مالتي اجى على البيت مالتكم ولازم تنطيني اياه. شنو الببغاء؟ شوف اسمعني، حتى الببغاء نفسك مزعج وهم مزعجني. بس شنو؟ يجي على البيت بس هو ما قاعد يشوف اي ببغاء. اي اي موجود هناك صاعد، موجود على السطح، يلا روح جيب لي على السريع انا اريده. شنو انا اشتغل عندك؟ شوف اسمعني، اصلا انتم الفقراء كلكم مزعجين، لو تربون طيور ما حفش تربون حيوانات غريبه، بس انا اعرف ايش راح اسوي. اروح اصعد فوق واخذ هذا الببغاء واشوي، حتى راح يصير ببغاء مشوي. شنو؟ لا 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 مستحيل، والله يا البنت شريره راح تشوي الببغاء مالتي، بس شو راح تسوي انت يا جيجي؟ لازم تفكر على السريع. لا 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 مستحيل، اسكت، لازم اصعد على السريع واشوف لي طريقه حتى اقدر اتسلق على البيت مالتهم. اوكي تفتح يا شباك، يس انا نزلت هنا، يلا اوكي خليني اسد هذا الشباك واحاول اقفز على السريع، يلا يا جيجي اقفز، يس انا صعدت، هسه لازم اروح على السريع واحاول اصعد وانقذ الببغاء مالتي، يلا خليني اركض. يس انا قدرت اقفز على بيت رونيه، هو هذا الحل الوحيد حتى انقذ الببغاء مالتي وما تشوي، بس هي هذا الدرج، يلا يا جيجي صعد على السريع، يلا يا ببغاء انت وينك؟ يبا ويات الببغاء. زين انا قدرت انقذه، هي اسمعني يا ببغاء، يلا تعال على السريع للبيت مالتي. بس مين راح اقفز؟ واحسن حال اقفز هنا على الشجره، يلا اركض اركض يا جيجي، هوب واو. يلا منه، بس لازم اركض على السريع واقفز، يلا اقفز يا جيجي. يبا وانا كلش فرحان، انا قدرت انقذ الببغاء. هي تعال تعال، طبعا مستحيل اتركك، خلي اسد الشباك. يهم زين يا ببغاء انت راح تبقى هنا. شو الصوت؟ معقول يكون هذا الفقير اجى على بيت مارتي؟ انا اعرف احتمال جاء الببغاء، بس انا لازم اجوه بنفسي واتخلص منه، مستحيل اسمح له. شنو؟ صحيح وهذا جيجي الفقير انا الك، هالمره مستحيل اسكت، بس انا مش اعرف شو راح اسوي، اجى وقت الانتقام وراح انتقم منه. افتحي يا بابا افتحي، يا تنين يا تنين، يلا تعال على السريع، يا تنين يا تنين يا تنين. ايوه اخيرا هسه اجى التنين، اسمعني يا تنين، مثل ما انا اعتنيت فيك من انت وصغير، بس اجى الوقت اللي تساعدني يا سمومتي، انا متعود عليك انه انت دائما اي شيء اطلب منك انت تنفذه. بس انا المرد منك طلب، انه تتخلص من هذا الجيجي الفقير وتقضى عليه، ندخل بيتي حتى بدون ما يخبرني،
بس انا ما راح اسمح لبعض يبقى هنا، لازم تقضي علي على السريع تنين. يلا روح استعجل. ايوه واخيرا راح يقضي عليك يا فقير. يا بابا غاسان قدرت انقذك. بس انا مش قاعد اسمع، شنو هذا الصوت المرعب؟ لا 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 مستحيل، هذا التنين مراني. بس هاليش قاعد يفتر على البيت مالتي؟ معقول يريد يقضي علي؟ حتى أنا كلش خايف. اسمعني اسمعني انت يا ببغاء، أنا كلش مرعوب. أحسن حل أن نهرب من هذا المكان، إذا بقينا هنا هذا التنين راح يقضي علي. بس يلا أوكي، أنا راح أشيلك يا ببغاء ونحاول نهرب على السريع. يلا خل أفتح الباب، يلا اركض على السريع قبل ما يقضي علي التنين. يلا اركض. ساشينو هاي بدي لاحقني التنين. يلا اركض يا جيجي. يس انا هربت وقدرت اجي للغابة، حتى اني احتميت تحت الاشجار. بس اعرف انه هذا التنين كلش شرير. يا تبا هذا موجود. يلا يا جيجي اركض اركض، لازم تظل تختبي تحت الاشجار وتهرب على السريع. يمكن قام يشوفني. ما اعرف شو وقت يبتعد هذا التنين. والله هذا كلش مرحب. هاي كلها بسبب ايرانيا المزعجة هي اللي جابت هذا التنين. بس هسه انا ايش راح اسوي اني؟ يلا يا جيجي هسه الوقت المناسب انه تركب على السريع. يلا هرب. يا ساني هربت، يمكن هو ابتعد عني لما قاعد اسمع صوت. يلا اوكي ساني وصلت هنا، كل زين. يلا ركض يا جيجي. ايوه اخيرا انا قدرت ابتعد عن التنين، وراح هذا التنين المزعج وما قدر يقضي علي. هاي كلها بسبب ايرانيا الشريرة هي اللي جابت التنين علي. بس هساني ايش راح اسوي؟ هي اسمعني انت يا ببغاء، انا حتى ما راح اقدر اعتني بيك. بس انا ايش اسوي؟ انت وين راح تروح يا ببغاء؟ لا لا طير لا طير. لا 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 مستحيل. هي تعال يا ببغاء. وحتى الببغاء مالتي راح، حتى انا كلش حزين. انا هربت من القرية مالتي وما ظل عندي اي شيء، حتى انا حزين. بس انت شو راح تسوي يا جيجي؟ انت اذا بقيت هنا راح تجي الحيوانات وتاكلك. ماكو غير بس حل وحيد، انه اهرب من هذا التنين وبعد ما يشوفني. لازم اروح الى هذا الجبل، هذا الجبل كلش عالي، حتى بمكانات اقدر اختبئ بي واهرب من هذا التنين. يلا يا جيجي اركض على السريع وحاول تتسلق هذا الجبل. يلا خل اركض. يا سوني راقبت التنين، حتى هو بدي لاحق جيجي واكيد راح يقضي عليه. هذا التنين اسطوري وكلش قوي، هو قاعد يحمي القرية، واي شخص يخالف اوامري انا ارسل هذا التنين حتى يتخلص منه. مو بس هاي، اني اصلا كل سكان القرية يخافون مني. بس انا لك جيجي، انت وين ما راح تروح هذا التنين راح يتخلص منك او يقضي عليك. بس يلا ساني خل ادخل البيت وانتظر، احتمال شوية وراح يرجع التنين مالتي. يلا خل ادخل. يس انا وصلت للجبل الثلجي، وهذا المكان الوحيد اللي يبعدني عن هذا التنين المزعج ومستحيل يوصل لي. بس وين تروح يا جيجي؟ لازم تبحث عن مكان حتى تختبئ بي. يا هذا الجبل عملاق واكيد راح يحميني ومستحيل يعثر علي. بس وين راح اروح يا جيجي؟ احسن حل اظل انزل بهذا الجبل. بس ايش قاعد اشوف؟ شي محبوس هناك. واو اكو قفص كلش عملاق، بس ما اعرف شنو موجود بداخله. معقول يكون هذا التنين؟ والله مبين تنين عملاق. يا جيجي حاول تنزل على السريع. يلا خل اقفز منه. ايوه هاي صحيح هنا اكو تنين. يا جيجي ظل قفز على السريع. ايوه يلا اقفز اقفز بعد منه. انا قدرت اوصل. بس معقول يكون هذا التنين كلش متوحش وحتى انا اصلا ما اعرف. يلا خل انزل هنا. يا تنين يا تنين، انت متوحش او لا؟ بس هذا التنين كلش حلو لان لونه بلو اسطوري. بس باو اسمعني، انا انقذك او لا؟ بس احتمال انقذه وراح يتخلص مني. نعرف التنانين الحيوانات كلش حتى مفترسة ومتوحشة. بس اذا انقذتك معقول انت راح تطير وتبتعد؟ يلا اوكي اوكي خل احاول انقذه. يلا تعال يا تنين، هساني راح اكسر هنا. يلا اوكي هساني كسرت. يلا با اسمعني، يلا حاول تهرب على السريع بس دير بالك تاكلني. يلا اوكي كسر بعد هنا جيجي. هساني كسرت. يلا تقدر تهرب او لا؟
ويمكن بيقدر يهرب. لا يلا جيجي كسر بعدينه. بس والله ما اكلني لحد الان، مبين هذا التنين مو مفترس. او احتمالي الان انقذته. بس اوكي، والله هذا التنين ما سوالي شيء. والله هذا تنين اسطوري. يا جيجي معقولة انت صار عندك تنين؟ وهذا التنين راح تقدر تصعد عليه وتطير باي مكان يعجبك، تطير حول العالم. يلا يا تنين خلنا اصعد على السريع. اوكي راح اقدر اخرج او لا؟ والله ما اقدر اخرج، احسن حل اكسر كل هذا. يلا يا جيجي كسر على السريع. يس احنا قدرنا نخرج منه. يلا يا تنين طير. ما اعرف انت تنين تقدر تطير او لا. يلا خل اشوف. واو هذا التنين بده يطير. بوم. عيوني وين صعدت؟ واو يا تنين شنو هذا المكان الحلو. يا تنين تو نزلت. اوكي احتمال يرتاح. هي اسمعني يا تنين، انا اريد اقول لك على شيء. انت لازم تاخذني وتبعدني من هذا المكان. من اكو تنين لونه بينك، بس هذا التنين كلش متوحش، حتى هو تبعني وراد ياكلني. ولهذا ما يصير ارجع للقريه. بس ارجوك اذا انت تعرف قريه وخذني الها، وانا عاجبني اروح الى قريه جديده، حتى اريد اخلص من هيراني المزعجه وبعد ما اريد اشوفها. يلا يا تنين هسه خلاص اصعد على السريع وخذني الى قريه جديده. واو يمكن هذا التنين قاعد يفهمني، حتى هو طار التنين. بس يا تنين هي مو منها الطريق. هي ارجع ارجع مو منها. ايش بهذا التنين؟ والله تنين نوب. هيا يرجع ارجع. هاي احنا رايحين على نفس القريه. لا لا يا تنين، واذا واجهك هذا التنين البنك راح يقضي عليك. بس انت ليش رجعتنينا؟ والله احتمال راح يشوفني هذا التنين البنك، حتى انا كلش خايف. لا لا ارجوك لا تنزل هنا، لا تنزل هنا. والله هذا التنين نزل هنا. هيا ارجوك انت ما تعرف هذا التنين كلش متوحش واحتمال يقضي علي. تعال تعال خليني اختبئ. هيا اسمعني، اني مستحيل اكو تنين يقدر يتغلب علي، اني اقوى تنين بالعالم. شنو؟ انت تحكي مثل البشر. بس شلون هذا يصير هذا الشيء؟ اني اول مره اشوف تنين. اني اعرف ان التنانين تفتهم لغه البشر، بس ما اعرف هي تعرف تنطق. واو انت تنين اسطوري. يسمعني خذني على هذا التنين البينك، واني راح اتغلب عليه وراح انتصر عليه. شنو انت متاكد؟ واني كلش فرحان. يلا تعال يا تنين، اذا انت هيجي قوي واسطوري راح يتخلص من هذا التنين البينك. هي اسمعني يا تنين انزل هنا، هو التنين البينك هنا موجود، حتى هذا البيت الاغنياء هي صاحب ترانية ساكنة بهذا البيت، واحتمال سبقه شوية وراح يجي. انت ابد لا تخاف، انت ادخل للبيت وهسه تشوف انه انا راح احميك ومستحيل يقدر يسوي لك شيء. واو اني كلش فرحان، هذا التنين هو اللي راح يحميني. بام. ايش قاعد اسمعني؟ اني قاعد اسمع صوت تنين. اكيد هذا التنين مالتي اجي بعد ما تخلص من جيجي المزعج. يلا افتحي يا باب. شنو؟ لا مستحيل هذا تنين بلو. بس شلون جاب هذا المكان؟ بس شنو؟ جيجي موجود يمه. يلا خلي اختبئ خلي اختبئ على السريع. ايش قاعد يصير؟ شو هذا الفقير صار عنده هذا التنين؟ حتى ما اعرف شو حصل عليه. شنو؟ اعرف انه هذا التنين اقوى تنين بالعالم وكلش قوي. زين ايش راح اسوي؟ معقول اذا شاف التنين مارتي احتمال راح يتخلص منه؟ لا مستحيل اسمح بهذا الشيء. بس يلا روني لازم تفكرين حتى تعثرين على حل. يلا خلي افكر. واو يا جيجي هسه اني كلش فرحان، لان صار عندي تنين، وهالمره هذا التنين راح يحميني وما يخلي هذا التنين البنك المقرف يتغلب علي. بس شو اسوي هسه اني؟ حتى اني كلش تعبان، احسن حل انام حتى انتظر يجي الصبح وهذا التنين راح ياخذني جوله حول العالم. يلا خلينا نام. خلني خليك اقعد، هسه صار الصبح. بس صحي ذكرت انا لازم اشوف هذا التنين بعده موجود. صحيح هذا التنين موجود نفس مكانه، ولا مستحيل اقبل بهذا الشيء.
دابوك هنا كي راح يقضى على التنين مالتي وراح هو يحكم القرية. مستحيل اسمح له، بس ما بعرف راح اسوي. انا اصلا راح فكرت كل هواية، وانا حتى عرفت الحال، سوي خربت على الصندوق، حتى انا عندي هذا السهم الاسطوري وكنت دائما استخدم بالصيد حتى بمادة منومة. اكيد اذا شمرت على هذا التنين راح يخليه ينام، وبعد راح اخبر كل سكان القرية انه هذا التنين متوحش، حتى اكل من سكان القرية واكيد راح يتخلصون منه، راح نخليه بمكان وراح نقدر نسجنه. لحد يلا يا تعني يا تنين يا مزعج، يلا تعال يلا الثاني خلنا نطلع. واو واخر نجحت الخطة مالتي، بس التنين نام. بس الثاني شو راح اسوي؟ انا ما راح اسكت، راح ابلغ كل سكان القرية، راح اخبرهم انه ذاك الفيليجر كل شوية، واكيد راح نسجنه وبعدها نتخلص منه. يلا خلنا استعجب واخبرهم، يا ناس يا ناس يلا تعالوا يا ناس. ياس صار الصبح، يلا يا جيجي اقعد، هاي اول مرة بحياتي اشعر بالامان. اي طبعا يعني عندي صار تنين عملاق بلو، هو هذا قاعد يحميني وما يخلي اي احد يهجم على البيت مالتي. يلا خل اتفقده، بس ولو ما جاي يسمعي صوت، معقول يكون نايم؟ هيا تنين انت وين؟ يلا السنة خلي استعجل، هسا سمعت سمو حبسه وراح يقضون عليه، يلا خلي ابكم. خلاص وقفي. نعم. من اللي يحبسه ومن اللي راح يقضون عليه؟ انت ما تعرف، هسا هذه رانيا الغنية هي خبرتنا انه هذا التنين الازرق هذا كلش شرير، حتى قضى على نص الفليجر، بس هي كلش بطلة وبعدها ضبطها بسم مخدر، وهسا مساجني بمكان بهذه الساحة وراح يتخلصون منه. شنو؟ خلي استعجل خلي استعجل. لا 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 مستحيل، هذا التنين مالتي. يا جيجي معقول راح يتخلصون منه؟ بس انا هسه عرفت، هاي رانيا الشريره كذبت على الناس وقالت لهم انه انا التنين مالتي قضى على الفليجر، بس هذا الشيء كله كذب ومستحيل يصير شيء. بس يا جيجي انت ايش راح تسوي؟ معقول تعوف هذا التنين ما تنقذه؟ لا لا احسن حل اني اروح الصندوق مالتي واجمع كل الاغراض اللي احتاجها حتى احاول احرره. يلا خلنا نجمع. يا سوني قاعد اركض، انا قدرت اجيب هذا التي ان تي، لازم احاول انقذ التنين مالتي. يلا خلنا اركض، هاي كلها بسبب هاي رانيا الشريره. لا لا مستحيل، هاي حابسي بهذا المكان. هيا هيا ناس انتظروا، صدقوني هذا التنين مو مسالم، هذا التنين مو شرير. مستحيل، احنا رانيا خبرتنا انه هذا شرير، مستحيل انا صدقت. يلا روح ابتعد. شنو؟ هيا تنين يا تنين، هيا يشوف يا تنين اسمعني. يا جيجي انا ما اعرف شو جابوني بهذا المكان، ارجوك انقذني. شنو؟ لا 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 مستحيل، انا قلت يا رانيا شريره يا مزعجه راح يتخلصوا مني، بس انا ما عندي غير بس هاي الطريقه انه اخليتي انت هنا. يلا اشتغل يا جيجي على السريع قبل ما يجون الناس. يلا يلا يتفجر يا تي ان تي. يلا يلا خل انتظر. واو بس هاي بعد بعد لازم افجر هنا حتى حرر التنين مالتي. هي انت ايش قاعد تسوي؟ هي اتركوني اتركوني. وانت ايش قاعد تسوي؟ هذا التنين احنا راح نقضي عليه مو انت. شنو؟ لا 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 مستحيل يا جيجي. يلا صعد على هذا التنين وانطلق على السريع. يس انا صعدت يا تنين، يلا انطلق على السريع. اوقف اوقف، انت ايش قاعد تسوي يا اوقف؟ ابتعدوا ابتعدوا، انتوا كلكم اشرار. يلا يلا يا تنين فو. انا قدرت انقذك وقدرنا نهرب من هذا المكان. يلا استعجل يا تنين، يلا تعال انزل هنا. بس انت شلون يصير بيك هذا الشيء؟ انت تنين كلش قوي ولسه ما حدهم يجي يسوون. يا جيجي انا ما اعرف، انا رموني فتش ونمت وبعدين صحت لقيت نفسي بهذا القفص الحديدي. لا لا انت ابد لا تهتم، بس هسه انا شو راح اسوي؟ انا راح افطر بعد ما ارجع للقريه، حتى راح اعوف كل بيتي وعفت كل غراض مالتي، ما اعرف شو راح اسوي، حتى ما عندي اي دايموند، حتى انا حزين. يا جيجي انت شنو قلت دايموند؟ اسمعني اسمعني، اذا تريد اخذك الى مكان بدايموند كلش هواية. شنو؟ شنو بدايموند؟ انت متأكد؟ انت اكيد قاعد تمزح، مستحيل يكون هذا حقيقة. لا لا صدقني يا جيجي، انا تنين واعرف مكان الدايموند، هسه راح اخذك الى مكان الكنز العملاق. يلا تعالوا صعد على السريع. شنو؟
معقول هذا التنين راح ياخذني الى مكان الكنز العملاق؟ يلا انطلق يا تنين، يلا انطلق. اسمعني يا جيجي، هسه احنا بدينا نتقرب. يا تنين، وين صار هذا كنز الدايموند؟ وانا ما قاعد اشوف اي شيء. يا جيجي موجود هنا، يلا انزل انزل. يسا نزلت، انت متاكد؟ بس هذاك بس جبل وماكو شيء هنا. اسمعني يا جيجي، يلا روح هناك بالجبل راح تشوف الدايموند. يلا خل اروح. ايش قاعد اشوف؟ واو، شنو هذا الدايموند؟ معقول هذا الدايموند كله راح يصير لي؟ واو، هذا التنين اسطوري، ساعدني وخلاني عثر على هذا الدايموند. واو. يلا يا جيجي، يلا جمع جمع، انت كل هذا الدايموند حتى راح اصير اغنى شخص بالعالم، حتى اغنى من هاي البنت المزعجراني. انا متاكد راح يصير عندي بيت من الدايموند. يلا يا جيجي، جمع على السريع، انت راح تصير غني وراح تخلص من بيتك المعفن المقرف، راح يصير عندك بيت كلش حلو. يلا يا جيجي جمع. بوم. يس انا تقربت، يلا خلي اشوف، اكيد الناس تخلصوا مني. شنو يا ناس، انتوا تخلصتوا مني؟ يسمعين يا رانيا، اللي صار اجا جيجي عند تي ان تي وفجر هذا القفص وهرب التنين. شنو؟ ولا لا مستحيل، وانت شو قبضت بهذا الشيء؟ زين ايش راح اسوي؟ معقول هذا جيجي الفقير قدر يهرب هذا التنين؟ بس انا ميس رسكوت، انا لازم اتخلص من جيجي واتخلص من تنينه. انا اعرف شو راح اسوي. اني لك يا جيجي، يا تنين يا تنين. يس اجى التنين مالتي. شوف اسمعني يا تنين، هسه احنا عندنا مهمه ولازم نقضي على جيجي، لازم نقضي على التنين الازرق. يلا كسر ناخذني هالمكانه، ولازم ابحث عنه بكل مكان حتى اقضي عليه. يلا طير. يس انا ايش قد جمع الدايموند، حتى الدايموند البقيه ما قاعد يخلص. هذا اكبر كنز بالعالم، حتى متاكد هذا الجبل كله متكون من الدايموند. اني كلش اشكرك يا تنين، لان انت ساعدتني حتى خليت حياتي تتغير، وصرت من جيجي الفقير الى جيجي الغني. اسمعني يا جيجي، بس لازم تجي ونروح نبحث عن قرية جديدة. طبعا طبعا، يلا خل اصعد على السريع. يلا انطلق يا تنين. بس احنا وين راح نروح؟ اسمعني يا جيجي، خلينا نروح نبحث منها، انا اعرف اكو قرى كل شوية. يلا خل نستعجل. طبعا طبعا. ايش قاعد اشوف؟ يا جيجي هذا اكو تنين ثاني. استعد يا جيجي، هذا يريد يقاتلني، انت لازم تنزل. طبعا طبعا. بس يا تنين انتبه، هذا التنين مرانية، هذا كلش قوي. لا اسمعني يا جيجي، انا ابد ما اخاف من هذا التنين، بس راح اقاتله. يواو، يلا خل انتظر وشوف ايش راح يصير. يلا خل انتظر. يلا يا جيجي انتظر هنا، انا راح اقاتل هذا التنين المزعج. يلا تعال يا تنين، انا راح اتغلب عليك. بس وين يلا تعال على السريع، هسه اجى وقت القتال وراح اقضي عليك. يلا موت يا تنين. بس هذا التنين كلش قوي، انا اقوى منه، مستحيل اسمح له يتخلص مني. يلا موت. انا قدرت اقضي عليه. يا جيجي انا قضيت على هذا التنين. واو يا تنين يا أسطورة، انت قدرت تتغلب على هذا التنين البنك الشرير، واخيرا تخلصنا منه. تنين البنك قضيتوا عليه؟ طبعا يا شريرة، وهسه اجى الوقت راح نقضي عليك انت، لان انت يا شريرة. ارجوكم لا تسوون اي شيء، اصلا حتى مرحبنا. يلا خلها روح. والله النوبة تضحك. تتوقع صدقاني راح اتخلص منها؟ بس انا ما راح اسوي هذا الشيء. يلا يا تنين، هسه انت بقيت التنين الوحيد بالقرية، هسه مهمتك ان تدافع عن القرية مالتنا، لين تخلصنا من هاي رانيا الشريرة. نعم يا جيجي، انت اللي حررتني من القفص، واني مستعد ابقى طول حياتي ادافع عنك. واو اني كلش فرحان، هذا التنين مالتي اسطوري. يلا يا تنين طير على السريع. بوم. ولنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبكم حطوا
لك واشتركوا بالقناة لتغلو فيديو جديد. مع السلامة.